سلام يا دوري، جدو معاكم ام كامل او اهو كامل. طبعا انتم مستغربين من العنوان واللي انتم شفتوه، ازاي ام كامل هتلعب ماينكرافت بموت الطفل؟ انا هوريكم حاجه بسيطه، وهل انا لو طفل دلوقتي هلعب ماينكرافت ازاي وازاي هتاقلم معاه. طبعا انت لو طفل بيلعب ماينكرافت طبعا هتبقى بالنسبه له لعبه غريبه، وازاي هيقول خشب يعني مش هيبقى عارف ازاي يعمل ادوات وكده، فهنعتبر ان هو مبتدئ مش طفل شاب، بس هو طفل يعني. عامه لما طفل يجي يلعب ماينكرافت هيجي يكسر اي حاجه بالشكل ده، هيطلع له بلوكات عاديه ولكن هو مش عارف ايه الفايده منها. ولكن لو جه مثلا يكسر خشب زي ده كده، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده اهو، ايوه كسر خشب 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 خشب، اوكي، وجينا بالخشب ده راح حطه هنا وراح جاي هنا عامل لك كرافتنج تيبل. الكرافتنج تيبل دي مش تبقى طبيعيه، يجي يحطها هنا يعمل كده، ويجي هنا يعمل ستيك، بعد الستيك يعمل سيف. شوفوا ايه اللي هيحصل، شوفوا السيف، شوفوا السيف يا شباب، بقى شارب نسفي ام بريكنج 3 لوتنج 3 فاير اسبكت 2 مندنج 2 مندنج 1. يعني تخيلوا ان السيف ده عمره ما هيتكسر، يعني خلاص انت عملت السيف ده في اللعبه، انسى انك تروح تجمع دايموند عشان تستخدمه في حاجه، وانسى اي حاجه ثانيه. فلكم ان تتخيلوا بقى لو انتم بتعملوا لنفسكم دروع وحاجات من دي، وبقى في اي فاير اسبكت، ده في فاير اسبكت اقسم بالله كميه، بصوا تطويرات فيه ليه؟ عشان طفل بيلعب اللعبه. فمثلا لو جه جاب خنزير عمل له كده، خلاص الخنزير اتدبل. شوفوا خنزير، تلاقي خنزير مكانه، وفي نفس الوقت الثاني خمس لحمات. بص الخنزير بيطلع خنزير مكانه، لكم ان تتخيلوا يا شباب 17 لحمايه من ثلاث ضربات بسيف من الخشب. فقبل ما نبدا المقطع ونجرب مود الطفل وكده، يعني عايز اقول لكم ان في بنسبه 60% مش مشتركين في القناه ولا بيحطوا لايك، فانتوا قاعدين بتعملوا ايه دلوقتي؟ يلا انزلوا دلوقتي اضغطوا لايك، ولا انا مقصر معاكم يعني ولا ايه؟ اضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات وصلوا على سيدنا محمد، واكتبوا لي تحت في الكومنتات مود الطفل ده حلو ولا لا، ولكن واحنا بنجربه طبعا، يعني هل عجبكم ولا لا؟ طبعا عن نفسي عجبني جدا، لان زي ما انتم شايفين هجات لاي حيوان هيطلع لي حيوان غيره، وفي نفس الوقت بيدينا حاجه بالدبل. فتقريبا ممكن بس في خمس دقائق اجمع لي استاكين مثلا فراخ واستاكين لحمه واعيش عليهم طول الحياه على كده. طيب خلونا نكمل يا شباب واوريكم بقيه التطويرات والحاجات اللي بيعملها مود الطفل ده. طبعا انت كطفل بيلعب اللعبه او كده هتحس بحاجه غريبه وانت قاعد بتكسر وتقول يا الحياه صعبه قوي، ده انا هجيب دايموند عشان اقدر كسر خشب بسرعه ومش عارف ايه. لا مع مود الطفل الوضع يختلف. هتجيب الكرافتنج تعمل لك بيكاكس عادي زي ما انت شايف كده، او اكس عادي، ادي بيكاكس وادي الاكس، على فكره عاديين جدا صح، انت شايف عاديين اهم، شايف الاكس عامل ازاي عادي ازاي، ولكن اول ما ادوس حرف الاي خلاص، اول ما ايدي تروح عليه بقى بيكاكس او اكس مطور. شوف اول ما اروح على البيكاكس بوم بقى بيكاكس مطور. خلاص بقى نجرب مثلا السرعه بتاعته، الاول هنجرب بتاع اللي هو الاكس اللي بقى فيه شاربنس في وكمان ام بريكنج وفور ناتش 3 وافيشنسي في ومندنج 1، يعني الحاجات دي عمرها ما هتتكسر. فخلاص نجرب، شوفوا والله كاني كرييتيف بيكاكس خشب وكاني كرييتيف، وبتصلح بتصلح لوحده. اتوقع ان هو بيتصلح لوحده، خلونا نشوف بس كده في الانفنتوري هل هيخلص التصليح ولا لا. لا ما بيتصلحش، بس ايه يعني ما بيتصلحش؟ بص بيكسر ازاي، بص خلص البلوكات فقد ايه، بص يا اخي اقسم بالله تحفه يا شباب. على فكره اللي هيجرب مود الطفل ده هيدعي لي والله. طب خلونا نيجي هنا نعمل بيكاكس، ما جربناش البيكاكس، يعني احنا ادينا كل حاجه تقييمة الا البيكاكس. خلونا ننزل مثلا كهف زي ده، اوكي خلونا نجرب. شوفوا كرييتيف، شوفوا الكابل ستون بيديني اكس بي، يعني الكابل ستون بيديني اكس بي، ازاي ما تعرفش؟ يعني بجد اقسم بالله لو طفل بيلعب اللعبه بالمستوى ده هيحب اللعبه جدا، لان هيحسها سهله جدا وبقت بسيطه جدا. طيب تحدي بقى ان انا هعمل ايه النهارده؟ ان انا اختم اللعبه وانا زي ما انتم شايفين كده حرفيا يعني خلاص معيش غير ادوات خشب، اختم اللعبه وانا ادواتي خشب. ايوه يا ام كامل تختم اللعبه وانت ادواتك خشب، امال انت مفكر ايه؟ يعني مثلا خروف زي ده لو جينا هنا بوم 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 بوم، بص قد ايه لحمه، دايموند جولد. الحاجات دي جت منين؟ الحاجات دي جت منين؟ والله يا شباب انا مود الطفل بس مش كده. اوكي اتوقع من هنا صح؟ استنوا ارميهم، استنوا ارمي دايموند منين؟ الو ارمي ام كامل، ارمي يا عيال، انا عارف هي جت منين بس مش كده، يعني لو كسرت دي بصوا، ايوه من الكابل ستون جالي دايموند، وانا عمال اقول الاغراض دي جت لي منين؟ وات؟ شوفوا
شوفوا الانفنتوري بيتملي بسبب ان انا قاعد بكسر كابل ستون. وات ده من امتى وده حقيقي يا شباب؟ شوفوا اديني بجمع اغراض عادي جدا، او مش بجمع اغراض كمان، ده كابل ستون عادي بقى معايا 6 حبايات دايموند، وقد ايه ريد ستون، وقد ايه لابس لازولي، وقد ايه اكس بي. لا ده انا اقدر اختم اللعبه خلاص، اعمل لك شيست بليد دايموند يا ام كامل. او ماي جاد، يلا خلونا نكسر في البيكاكس الخشب اللي بيجيب دايموند ده. اول مره في حياتي اشوف بيكاكس خشب بيكسر ويجيب دايموند. اقسم بالله ممكن اختم اللعبه لو تحدتوني في 10 دقايق. ايوه عارفين في 10 دقايق ممكن اختم اللعبه. ايوه ممكن في 10 دقايق اختم اللعبه لو الوضع فضل على كده. اوكي شوف انا بجمع بس كابل ستون، بقى معايا 3 حبات دايموند، 31 ايرون، 14 جولد، 5 ايميرالد. لكم ان تتخيلوا بس ده كله ببيكاكس من الخشب، يعني امال لو معايا بيكاكس من الايرون ايه اللي هيحصل؟ يا شباب خلونا نعمل بيكاكس من الدايموند ونشوف هل هيتطور ولا لا، ولا هي الاغراض الخشب بس اللي بتتطور لانها مستواها ضعيف. خلونا نجرب، يلا بسم الله نعمل كده ونعمل لها بيكاكس من الدايموند. خلونا نجرب بسم الله، ايدينا تروح عليه كده يا بابا كمان الطق. ييه ده شكلي كاني هبقى كرييتيف، شوفوا والله كرييتيف، شوفوا يا شباب كاني كرييتيف. كسر كسر يا ام كامل كسر، عايزين مثلا 20 حبايه دايموند كده عشان نعمل. معانا كام حبايه اصلا؟ 2. اوكي لا 2 مش هيجوا معانا. اوكي اتوقع بيتجمع، ايوه بيتجمع بيطلع دايموند، بس اتوقع الخشبي بيجيب اكتر، مش عارف ليه حظه حلو كده. اوكي خلونا نكسر بالخشبي، يابا الخشبي حظه احلى يا شباب. شوفوا كسرت نص كف تقريبا في 5 دقايق في 6 دقايق. اوكي خلاص اتوقع كده كويس قوي، احنا كده مش محتاجين الدايموند قوي غير مثلا في الادوات اللي هنعملها، واحنا اصلا يعني مش محتاجين ادوات خلاص. انا لو احتجت دايموند اكسر كابل ستون، وضع ايزي يا شباب. اوكي يلا شيل ده هنا، هدي معانا. اوكي هدا هنا وده هنا. اوكي تمام يلا دلوقتي هروح ندور نعمل قارب. اوكي خلونا نعمل قارب الاول، هنكسر خشب طبعا، معانا اكس مطور تطويرات لاني بلعب بمود الطفل، فالاكس ده خارق حرفيا. اوكي هنجيبه كده نعمل كده، شوف معايا كام خشبات كتير جدا. خلونا نعمل كده، ادي كرافتنج تيبل. اوكي بعد كده نجيب الكرافتنج تيبل نحطها هنا، وبعد كده نعمل لنا قارب على طول. قارب هي اوكي، اتوقع القارب بيحتاج شافل. يب القارب بيحتاج تشافل. اوكي فمش مشكله خلينا نعمل شافل. اوكي نجيب دي هنا ودي هنا، نعمل ستيك، بعد كده نجيب دي هنا ودي هنا، نعمل له ادي القارب يا عم اهو. 2 اتوقع 2، يب 2. اوكي مش عايزهم يتطوروا وكده، مش هقدر اعمل قارب تقريبا. اوكي خلينا نجرب، نشيل ده كده، حط ده هنا، ايوه خلاص قارب هي بواحده خلاص. يلا بسم الله، ازيك يا خروف؟ شوف خروف الدبل، خروف بيتدبل من غير ما اعمل حاجه. اوكي شوف الشافل سريع ازاي، بص الشافل بص الشافل بص الشافل، كاني كرييتيف وربي، والله كاني كرييتيف بشافل خشب، كان مود الطفل اسطوري، والله احلى تجربه يا شباب، اقسم بالله احلى تجربه. طيب بما ان بقى معانا الاغراض دي كلها، فخلونا نجيب القارب بتاعنا، ويلا خلونا نعمل فلينت. لا يا عم القارب انا مش عايزك هنا، ينفع تتكسر بس تجي لي قارب سليم بعد اذنك؟ تعالى قارب سليم، ايوه ايوه يا شباب كسرته بالسيف الاسطوري، طلع لي قارب سليم. يلا خلونا ندور على بورتل او اللي هي البوابه بتاعت النذر دي اللي هتساعدنا في ان احنا نروح النذر عشان نجيب البليز وعين التنين، عشان نروح للتنين ونختم اللعبه بمود الطفل. لكم اتتخيلوا كده ان احنا نختم اللعبه واحنا لسه ما عملناش حاجه في 5-6 دقايق بس. اوكي يلا بسم الله، السلام عليكم ايها الكلب. اوكي احنا معانا كام؟ اوكي معانا شويه حلوين قوي، خلينا نعمل كده اللي هو يعني قصدي على الصوف اللي هو شويه حلوين. اوكي خلينا نيجي هنا نعمل كده، نعمل الصوف، وبعد الصوف نجيب الخشب نحطه بعد اذنك يا خشب كده وسعي. تمام تعالي هنا. اوكي سلام عليكم، انام جنبك يا عم الكلب. ايه يو كان سليب ات نايت، امال ده ايه الصبح ده ولا ايه؟ موت يا عم الكلب موت. اوكي خلينا نيجي هنا، نام يا عم، ايوه كده الليل جه، ليتس جو. صباح الخير، يوم جديد بقى بمود الطفل سريع. بصوا يوم سريع جدا يا شباب، الصوف جه في ثانيه كل حاجه، ومعايا فاير ريزيستنت حرفيا، ومعايا قوه ضرب عاليه جدا مديها لي اول ما ضفت المود في اللعبه يعني وكده. طيب خلاص بقى ندور على بحر. اوكي نيجي هنا، اطلع كده يا ام كامل، اركب المركب بتاعتك، ويلا خلونا ندور على بحر دلوقتي يا شباب. مش عارف امشي في انهي اتجاه الصراحه، ولكن انا شايف الاتجاهات بتاعتنا كلها جبال، بس خلونا نمشي في الاتجاه ده، وان شاء الله طول ما احنا ماشيين كده نلاقي لنا بورتال او اي حاجه نخش جواها، وعلى طول نكون دخلنا النذر، وبعد النذر هنجيب عصايه البليز، وبعد عصايه البليز. اوكي الكافي ده شكله اسطوري، والله منظر اسطوري، شوفوا 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 يا اخي على الجمال جمال. اوكي في ماجما تحت اهي، بس احنا طبعا مش عايزين ماجما دي خالص. اوكي خلاص نبص هنا في بورتل او اي حاجه، مفيش بورتل بس في اوبسيديوم. اوكي ايزي ايزي، يعني نيجي هنا انزل ايزي، معايا بيكاكس خشبي ممكن يكسر اوبسيديوم والله، وبيكاكس دايموندي اسرع من الاوبسيديوم. اوكي محتاجين بوكيت،
اتوقع محتاجين بوكيت. اوكي اوكي تمام تمام خلينا نجي سهل الموضوع، سهل الموضوع في الجيب يا شباب، في ايدينا الموضوع، في ايدينا. هنجيب بس ايه بوكيت كده عادي، ونجيب بس شويه ميه من اللي هنا دول، اي شويه ميه كده. ايوه اي ميه بعد اذنكم. اوكي عايزين نجمع ميه. ايوه عايزين نجمع ميه بس، ميه من اي ايوه ايوه خدت بوكيت ميه حلو قوي. يلا اوكي بعد اذنك عم القارب وصلنا شويه. اوكي يلا وي نوت تايم. كام كده كده معايا فاير ريزيستن يا شباب، فالوضع ايزي جدا. اوكي ايه ده؟ ايه الزومبي اللي مات اول ما لمسته ده؟ اوكي مش هحطها هنا، اقرب بس منها الاول. اوكي معايا فاير ريزيستن، يعني انزل هنا عادي ايزي جدا وكان اللافا ميه. مود الطفل بقى يا شباب، ممكن نحطها هنا، ده مكانها طبعا. اوكي اوكي موبايلي رن مش عارف ليه مش وقته خالص. اوكي الو الو ميه ميه اعملي حاجه. الو الميه مع اللافا مش بيحبوا بعض ولا ايه؟ الو يا مي ايوه طفت اهي حاجه بس مش عارف طفت. اه بتعمل كابل ستون، مش عايز استعمل كابل ستون، عايزه تعمل اوبسيديا. تقدم تقدم يا ام كامل، اخيرا 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 لقيت اللي انا عايزه، ولكن تحت الميه فهو صعب حبتين. يعني اتمنى اتمنى يكون في صندوق هنا في ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحيوان ده مات من غير ما المسه. جود دونت سويم. ايه ده ده بيقول لي ما تمشيش في المايه ولا ايه؟ هما بيحذروني من حاجات المفروض ان انا ما اعملهاش. ايه ده؟ ده بيرمي لي قوارب يا عيال، اقسم بالله بيرمي لي قوارب. شوفوا بيقول لي دونت سويم ان ذا ووتر هيرز ات بوت ان. اوكي بيدوني بيدوني قارب، تخيلوا بيدوني ايه المساعدات دي بجد، ايه المساعدات دي؟ اوكي خلينا نكسر اوبسيديوم ده. اوكي كسر اوبسيديوم، بيدوني قوارب يا شباب عشان خاطر اعوم اللي هو ما افضلش في المايه وكده. اقسم بالله لا 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 بجد الموضوع مش طبيعي. خلينا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هاي هاي اجري ام كامل هاي. ييي كمية السمك دي. الو اللعبة عندي علقت، ايه كمية السمك اللي طلعت دي؟ اجري ام كامل. والله ما كانش يموت طفل يعني، يا ريتني ما جربته الصراحة. يعني لا لا ابصه هو كويس جدا الصراحة، وانا عن نفسي مبسوط بيه جدا. يعني تخيلوا كده اي حاجة انا عايزها ممكن اعملها بكل سهولة وكمان في وقت اقل عن المعتاد. بس بالنسبة لموضوع الاند فهو صعب شوية، لان زي ما انتم شايفين يا شباب يعني عشان اجيب النظر ومش عارف ايه واوبسيديوم وبتاع، الموضوع محتاج وقت طويل جدا. بس مع عمود الطفل سهل جدا، ولكن الاسهل انك تعيش حياتك من غير ما تروح الاند ومن غير ما تختم لعبه ماين كرافت، تعيشها بالطبيعه زي ما انتم شايفين. عندكم مثلا خروف زي ده هتيجي كده تقوم مديله ضربه 2 3 زي ما انتم شايفين، يطلع لك خروف ثاني خروف ثالث خروف رابع خروف خامس، تاخد الصوف بتاعه وتقوم جاي عامل لك كرافتنج تيبل محترمه كده عشان الليل بس اللي هيجي ده، وتحط كرافتنج تيبل هنا وعلى طول تعمل كده، وتجيب السرير كده وعلى طول تعمل لك سرير ابيض جميل كده ورد كده، وتنام عليه زي الملاك كده. ايه ده بدو فراوي؟ لا البدو البدو قريب يا شباب، البدو قريب بس هو ينيمني بس. ايوه هو ده الكلام هو ده الكلام. بص يا شباب مود الطفل حاجه لذيذه جدا، واضافه اضافه كبيره وحلوه قوي لماين كرافت. انا ذات نفسي مبسوط بيها جدا، ومبسوط ان ماين كرافت بقت سهله قوي كده، وحاسس ان انا ممكن العبها كده لمده اطول واسرع، وانا كطفل لو بلعب بيها فانا هبقى بجد سهله الاستخدام بالنسبه لي. بعمل مكان عليه ما بتدمش. خلينا نشوف، اتوقع دي حاجه موجوده يعني انا لو وقعت من مكان عالي ما بتدمش. خلونا نشوف، ممكن ناخد بس الميه هنا من الليفز. خلونا ننط كده. ياب لو وقعت من مكان عالي ما بتدمش. وات من انت ده بيحصل في ماين كرافت؟ يا ماين كرافت يا ماين كرافت، يعني الموت بقى بالنسبه لي حاجه صعبه في اللعبه هنا. اوكي خلونا ننزل بقى كده، زي ما انتم شايفين معانا بيكاكسات وكل حاجه بتطلع لنا. شوفوا طلع لنا دايموند ومش عارفين ناخده، يعني الدايموند بقت حاجه سهله جدا ان احنا ناخدها في ايدينا. اوكي سيبنا من الفحم ده، كمل يا ام كامل، عايزين نوصل لحد الطبقه تحت عشان خاطر نجيب اللي هو الاوبسيديوم ونروح النذر. يلا يلا مش مهم النهارده يا شباب، انا هختم اللعبه خلاص، انا قررت ان انا اختم اللعبه. اربع حبات دايموند من شويه قبل الصوم بجمعهم، فبجد الموضوع حلو قوي يا شباب، بجد انا مبسوط بيه جدا. اوكي تتوقع ان احنا ممكن نكسر بدروك؟ خلينا نشوف ممكن نقدر نكسر بدروك ولا احنا مود الطفل بقى وكده، فاهمين ازاي؟ اوكي خلينا نيجي هنا بس نكسر من هنا عشان تبقى الشمس متعامده علينا ويبقى في شمس في الموضوع، يعني لان الاضاءه اهم حاجه. اوكي نزلنا اهو. اوكي يا رب ننزل بس حبه الطبقه الصفر. اوكي اوكي بعمل من اي مكان ما بتدمش حرفيا. اوكي خلينا نطلع هنا. اوكي ولا اقول لك انزل تحت؟ لا اطلع 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 مكان مكان هنا ضلمه حرفيا، ضلمه جدا يعني ملوش اي مناسبه ان المكان يبقى ضلمه، احنا مش عايزين مكان ضلمه. ايوه شوف منور كده وسبونر زي ده كده، في حيوانات. احنا عاملين ديفيكالتي سلاش ديفيكالتي، خلينا نعمل ديفيكالتي نورمال نشوف انا كمود الطفل هتعامل ازاي مع الحيوانات ومع الحاجات الوحوش ممكن تطلع لي. اوكي هنا في شويه اغراض بتاعت الحصينه وكمان جولد الابل وايرون مش محتاجينه طبعا، فبصوا بيكسر خشبي في ثانيه هيكسر لك السبونر. اللافا
لافا انت بتعوم فيها كانها ميه حرفيا، حتى بيجيلكش الايفكت اللي هو بتاع اللافا كانك بتتدمج. خلونا نكمل تكسير بتاعنا تحت. اوكي خلاص جنب اللافا هنا عشان نبقى منورين الدنيا بس. اوكي يلا بسم الله ننزل جنب اللافا. خلاص بقت ميه بالنسبه لنا شباب، خلونا ننزل كده وهي نازله طبعا ورانا، وزي ما انتم شايفين هتنور لنا المكان. يلا خلونا ننزل بسرعه، احنا اسرع من اللافا طبعا. هننزل لحد ما يجي لنا اوبسيد بيدروك. بيدروك يلا تعالي تعالي لافا، انت بطيئه ليه كده؟ ايوه تعالي يلا بسم الله. ايوه البيدروك يا شباب، نقدر نكسر بيدروك؟ نوب ما نقدرش نكسر بيدروك. كنت متوقع حاجه زي كده الصراحه، اكيد مش قادر تكسر بيدروك كام كامل، يعني مستحيل حد طبيعي يقدر يكسر بيدروك. اوكي خلونا نهرب من اللافا، اهرب من اللافا، اهرب من اللافا، ايوه اهرب من اللافا، وخلونا نطلع فوق ونروح الاند على طول ونقتل التنين. شوفوا بعد ما رحت الاند، شوف ده بيقول لي اي ويل ديستروي يو، بيقول لي انا هقتلك. التنين بيقول لي اي ويل ديستروي يو، تعالى انا عايز اشوفك انت هتقتلني ازاي الصراحه. يعني انا في مود الطفل دلوقتي، المفروض مستحيل انك تقتلني المفروض، يعني بما اني في مود الطفل وكده. يلا خلينا نروح بسم الله. في اندرمان انا بصيت له بالغلط. اوكي ايه ده؟ شوفوا الاندرمان جاي يلمسني بيموت، الاندرمان جاي يلمسني بيموت. فتخيلوا بقى ايه ده، البوت اتطور، البوت اتطور والله. شوفوا اي اندرمان ببص له بيموت. الو تعال تعال، قول قول بيتدمج ازاي، شوف بيتدمج ازاي. اوكي بما ان اي حيوان بيلمسني بيموت، فخلونا نخلص على التنين ده. اوكي نكسر بس دي كده. اوكي كسري بقى كسر. ايوه اي رمى عليا بويزن يا شباب، رمى عليا بويزن الكلب، بس انا هخلص عليه برضه، مش هسيبه الا لما اخلص عليه. اوكي خلونا نشيل دي كده. ايوه ايوه ايه ده ايه ده، بتضربني بتضربني، انا عارف خلاص عليك ازاي. اي اندرمان ابص له بيموت على طول. اوكي خلينا ناخد الحاجات اللي بتطلع منهم دي. اوكي يلا بسم الله، خلينا نبص لكام اندرمان كده. تعالى تعالى بص لي بص لي، ايوه انت كمان بص لي، انت كمان بص لي، ايوه انا عايزكم تبصوا لي اندرمانات، ايوه بصوا لي بصوا لي هتموتوا. ايوه يلا خلينا نطلع بقى احنا ايه فوق هنا كده. اوكي يا رب. ايوه 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 هو الكلام، هو الكلام اللي انا عايزه. اديله اديله كده اديله كده، ايوه والله لا اخلص عليك، والله لا اخلص عليك. وسع بس ما تزقنيش ما تزقنيش، بصوا بيزقني، عايز يوقعني. ها عايز توقعني، انا بخليك توقعني يا ورع يا ورع يا ورع. اوكي خلاص نوقع الواحده هنا. اوكي اوكي لا اوعي اوعي جوه اوعي جوه. اوكي اوعي جوه، لا 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 بص اهو اهو، طب اهو انت عايز توقعني اهو. اوكي كسر دي كده، ايوه ايوه اللي بعده اللي بعده على طول على طول اللي بعده اللي بعده كده كده ما بتدمش ما بتدمش. اهو 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 يا كبير اهو اهو، هطلع كده على طول. بص هخلص عليك النهارده يا تنين، والله هخلص عليك النهارده. اوكي خلينا نعمل كده. اوكي معايا ابوه معايا ابوه، روح ادي واحده كمان وادي واحده كمان، واخر واحده اتوقع هي اللي هناك دي. خلينا نروح عليها خلينا نروح عليها، ليتس جو. ايزي ايزي ايزي، اطلع اطلع اطلع، كسر دي اخر واحده اخر واحده. تعالى بقى انت تعالى، بتوقعني كده كده بتدمش. يلا تعالى 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 يا تنين تعالى، ايوه اضرب عليا اضرب عليا زي ما انت، انا بمود الطفل مود الطفل واخلص عليك. تعالى ايوه ايوه البو بس يجي فيه. اوكي والله ايمي مش مظبوط يا شباب، بس مسيره يعني يتظبط. تعالى تعالى بسيف خشب بسيف خشب، صوتك مزعج صوتك مزعج صوتك مزعج صوتك مزعج صوتك مزعج صوتك مزعج. اوكي اوكي دمشته جامد دمشته جامد جدا كمان، دمشته شويه حلوين قوي يعني الصراحه. اوكي ايوه اديله اضرب زي ما انت عايز اضرب، ولا يهمني ولا يهمني ضرباتك كلها ولا تهمني ضرباتك كلها ولا تهمني. تعالى تعالى هخلص عليك يعني هخلص. ايوه ايوه واحده كمان، ايوه الله عليك يا مكمل. يلا انزل انزل، ايوه تعالى 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 تعالى، صوتك مزعج صوتك مزعج صوتك. طار طار طار. اوكي طار طار، بس برضه مش هسيبه مش هسيبه الا لما اخلص عليه. ايوه ايوه واحده كمان واحده واحده كمان، بس واحده كمان في اللذيذ كده، واحده كمان في اللذيذ. اضرب اضرب زي ما انت عايز اضرب، ولا يهمني ولا يهمني، ده انا بمود الطفل بمود الطفل بمود الطفل. اضرب اضرب اخر ضربه اخر ضربه اخر ضربه، ما تروحش يمين وشمال. ها عارف ان هي اخر ضربه. ها اوكي خد خد دي خد دي، ايوه اخر واحده خلاص مات. ايزي ايزي بيزي ليمون سكويز يا عيال، تختيم ماينكرافت بمود الطفل. واو 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 ايزي 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 الاند. والله استاهل لايك واشتراك. مكمل مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مكمل مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مكمل مليون.